مجرد انتهى العام الدراسي بدينا نحضر للسنه الدراسيه القادمه من ناحيه توفير الكوادر، توفير موظفي خدمة بالمدارس، ايضا عندنا تنسيق عالي على عالي المستوى مع مدير عام تربيه البصره بخصوص توفير الكوادر لهذه المدارس. هاي اولا. ثانيا ايضا سوينا كتاب من المحافظه للبصره الى تربيه البصره بخصوص ترشيح 10 أبنية مدرسية لغرض شمولها العام القادم إن شاء الله لتكون مدارس ذات معايير دولية في هذا الوقت، وننتظر الرد طبعا من قبل المديرية العامة لتربية البصرة. في حالة أكو أبنية مدرسية ممكن نفتح 10 بنايات جديدة خلال العام، يعني 10 مدارس دولية جديدة. أكيد طبعا، أكيد. يصبح العدد يعني 50 مدرسة بدل 40. إحنا العقد الكلي كم مدرسة لازم نفتح؟ إحنا العقد مفتوح هاي اليوم، المدارس هو تقريبا 50 مدرسة بس ممكن نفتح حسب الحاجة. اليوم هذه المدارس أصبحت مطلب جماهيري بصراحة، لأن هي جاية توازي، يعني مو مدارس الأهلية، جاية توازي المدارس الدولية ببقية دول العالم، إضافة إلى هي مدعومة من قبل محافظة البصرة، هي مجانية وجاي نشوف مستويات الطلاب، فأصبحت مطلب جماهيري. فإحنا نتمنى نفتح يعني، وحتى التوجه هسه حاليا إنه فتح هاي المدارس في بقية المحافظات وليس في محافظة البصرة. أستاذ عباس، يعني أكو مطلب وأكو رغبة، أكو إمكانية مادية لافتتاح المزيد من المدارس؟ بالنسبة للإمكانيات الحمد لله، وشكرا، تعرفين البصرة هي أم الخير، فكإمكانيات مادية متوفرة، ولكن إحنا ينقصنا فقط الأبنية المدرسية وتوزيع الكوادر بين المدارس، وهذه أعتقد شغلات فنية ممكن تربية البصرة تحلها يعني.